أتذكر أنه كان يعاملنا معاملة خاصة، وحتى أنه في يوم من الأيام كان عندي خلاف مع مدرسي وتشاجرت مع المدرس وطردني من الصف وذهبت للمدير للعقاب، ولكن وجدت أنه المدير أستاذ علي القاضي رحمه الله كان يعني صدر واسع ومتفهم، قال أنا ما أعاقبك الآن ولكن اذهب للبيت، وذهبت للبيت، وكان بالنسبة لي هو عقاب لأني لما وصلت البيت عوقبت ليش رجعت من المدرسة، فما عوقبت في المدرسة ولكن عقابي كان في البيت. كان رحمه الله يعني يتعامل معنا كطلبة يعني برقة، وكان شديد في بعض الأحيان، ولكن ربما الشدة كانت مطلوبة لأنك أنت كنت تتعامل مع جيل يعني خام لا يعرف يعني ما هو العلم والتعليم والمشاغبين كثيرين، وكانت مدرسة طبيعية بكل ما لهذه الكلمة من معنى.